مشاهدين قناة ريمال تيفي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم تبرقيقة. تبرقيقة ديالي غادي نبناهم بالفنانة المتألقة نديم نجيم، اللي غادي تكون حاضرة في مهرجان الدخل السينمائي لكي تنضم في قلب الصحراء. فصفص هذا البرنامج هذا اللي خدا شهرة كبيرة فضل المقدمة شهرزاد عكرود. شهرزاد عكرود تاخذ هذه التجربة جديدة في القناة الأخبار ام 24 تيفي. خبيرة ديالي دابا غتكون على بيلا حديد. بيلا حديد اللي عبرت على المعاناة ديالها من الصحة العقلية تاعها بصور سيلفي حزينة على الانستغرام، وايضا علقت عليهم التعبيرات فين كتشرح للمتتبعين ديالها المعاناة ديالها. تعزينا حارة لأسرة آية اللي توفات بسبب المرض الوراثي واللي هو السمنة، وايضا بسبب اصابة ديالها بفيروس كورونا. ريمال تيفي في حلتها الجديدة قررت أنها تفتح الأبواب ديالها للمؤسسات التعليمية. سيادنا المؤسسات التعليمية والتلاميذ في برنامج شكون الرابح، فقرات متنوعة فيها الثقافي والترفيهي والتباري والجوائز والمفاجآت. بغيتوا تعرفوا الطريقة؟ تواصلوا معنا. اخر تبرقيقة ديالي غادي تكون على واحد المقطع اللي تداول في تويتر ديال واحد المجموعه ديال الشباب المصريين في واحد الرحله سياحيه. غادي تلاقاو مع جوج شباب اسرائيليين، وهاد الشباب المصريين غادي يرددوا كلمات انا دمي فلسطيني باش يمجدوا الفلسطينيين. كان هادو هما التبرقيقات ديالي. الا كانت عندكم اي انتقاد ولا اي تبرقيقة كتبوها لي تحت في الكومنتير. باي باي.